معنا الكرام ونقدم لحضرتكم نشرة الظهر وفي عناوينها: كمية الأمطار المسجلة استوجبت المرور إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. والحرس الوطني يدعو إلى توخي الحذر تحسبا لتساقط كميات هامة من الأمطار في ولايات المنستير وسوسة والمهدية وصفاقس وجابس. 39 شهيدا فلسطينيا في غارة إسرائيلية منذ فجر اليوم 34 منهم في شمال القطاع. وحزب الله اللبناني يقصف بالصواريخ تل أبيب وحيفا ويؤكد أنه لا مفاوضات تحت النار. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أكد المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق الرحال في تصريح للأخبار، أكد أن كميات الأمطار التي تم تسجيلها في عدد من الجهات كانت هامة، أعلاها في مدينة المطوية من ولاية جابس 117 ملم، مما استوجب المرور إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. والرحال وضح أنه من المنتظر تسجيل كميات هامة من الأمطار في المناطق الشرقية بعد ظهر اليوم والليلة القادمة على غرار جابس وصفاقس والمهدية والمنستير وسوسة وصولا إلى جهة الوطن القبلية. كانت الأمطار غزيرة خاصة بالمطوية من ولاية جابس 117 ملم و106 ملم بوذرف. بالنسبة إلى هذا اليوم ما زالت العوامل الجوية ملائمة لنزول الأمطار، أمطار ستكون رعدية ومحليا غزيرة، لا محالة أقل من يوم أمس، لكن في آخر العشية وفي الليل نتوقع أن من جديد نزول أمطار غزيرة خاصة بجهات الوطن القبلي الساحل وكذلك بصفاقس، حيث يتراوح أعلى الكميات ما بين 30 و 50 ملم وتصل إلى 70 ملم، في حين ثم تقلص نسبي بولايتي مدنين وجابس. ما زلنا في تحت اليقظة الشديدة في خاصة بصفاقس المهدية سوسة المنستير وجهة الوطن القبلي جهة نابل، هذه اليقظة الشديدة وتحولنا إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. نحن في متابعة متواصلة لكل تطورات في الحالة الجوية. وعلى إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية خاصة ولاية المنستير سوسة المهدية صفاقس وجابس، تم إقرار تعليق دروس من قبل اللجان الجوية لتفادي الكوارث. وفي الأثناء دعا الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز دريع المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية ولمس الأعمدة الكهربائية والانتباه خاصة إلى الأطفال والشيوخ. دعوة للمواطنين باعتبار الأمطار هذه مازالت متواصلة إلى التوخي الحذر، إلى عدم المجازفة بعبور الأودية وعدم الاقتراب من زفاف الأودية والمختلف المنشآت المائية، والانتباه خاصة للأطفال والشيوخ المسنين عدم تركهم بمفردهم، عدم تركهم كذلك بقرب المنشآت المائية، عدم لمس الأعمدة الكهربائية أثناء أو بعد طهات الأمطار، وإن شاء الله ربي يرحمنا ويزيدنا من غيث النافع هذا. وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة جاهزية فرق الحماية المدنية وتدخلها بشكل عاجل في عدد من الجهات على غرار شفط المياه من بعض المحلات السكنية والتجارية التي غمرتها مياه الأمطار. في إطار متابعة الوضع الجوي وعلى أساس تساقط كميات هامة ومتفاوتة كما كان متوقع على ولاية الجنوب كما قبلي صفاقس جابس، شمت أيضا يعني ولاية الساحل المهدية المستير وسوسة، الكميات هذه تسبب في تشكل السيول في بعض الأودية وتراكم المياه في الشوارع والصحات وتسرب المياه إلى المحلات السكنية وإلى المحلات التجارية. تم وضع جميع محلاتنا على أهبة على أساس تساقط الأمطار هذه. تدخلنا لتلبية طلبات النجدة، طلبات النجدة هذه اللي شمت أضخ المياه من بعض المحلات السكنية والتجارية في الولايات اللي شمتها الأمطار هذه، كذلك معاينة بعض النقاط ومعاينة المحلات، وإذا استوجب الأمر في بعض النقاط وبعض الفضاءات أن ندخل ويتم التدخل، كذلك متى وضع إمكانياتنا على ذمة المواطنين لمساعدتهم في العبور وخاصة في بعض المدارس والمؤسسات التربوية اللي دخلنا من أجل تقديم مساعدة للمواطنين. وتزامنا مع تواصل تساقط كميات هامة من الأمطار في مختلف ولايات الجمهورية خاصة ولاية المنستير سوسة المهدية صفاقس وجابس، نبه الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.
هذا دعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ تحذيري لها صباح اليوم إلى التعديل من السرعة بما يتناسب مع ظروف الطريق وترك مسافة أمان كافية أثناء المتابعة في السيرة وتجنب القيام بأعمال خطرة أثناء القيادة واستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك. وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه بالإمكان طلب أي استفسارات أو الإبلاغ عن حالات طارئة عبر الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام 71 960 448 71 963 512. كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193. في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة كمال المدوري العمل على تطوير قانون الصرف معلنا أنه سيتم قريبا تنقيح مجلة الصرف، كما أعلن نهاية الأسبوع المنقضي خلال تكريمه عددا من الشباب المتميز على مستوى دولي العمل على تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية ودعم الانخراط في السوق الافتراضية العالمية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالناشطين في المجال الرقمي الإبداعي بصفة فردية في قطاع الصناعة والحرف والتجارة والخدمات. التنقيحات المطلوبة في مجلة الصرف والإمكانيات المتاحة للاقتصاد الوطني عبر تطوير منظومة الصرف والتعاملات المالية عموما في متابعة لأحلام الجسمية. يفرض قانون الصرف الحالي قيودا عديدة ما يحد من الانخراط في السوق العالمية منها الافتراضية ومن التبادلات التجارية عموما وفق ما يوضحه الخبير الاقتصادي مراد الحطاب مبينا تأثيراته على المنظومة المالية عموما. على مستوى قانون الصرف الحالي ثلاثة اشكاليات اساسية. اولا عدم مرونة الجانب التركيبي باعتبار أن مجلة الصرف تفرض العديد من الأشكال المقيدة للتعاملات التجارية والنفاذ للأسواق الدولية. من ناحية أخرى تقييد المعاملات بالعملة الأجنبية يتسبب في تزايد التعاملات على السوق الموازية وهو ما يؤثر على من ناحية جبهة الدولة ومن ناحية أخرى المنظومة المالية بشكل عام. الإشكال الثالث اللي يطرحه قانون الصرف الحالي هو ملائمه مقتضيات الاقتصاد الرقمي باعتبار أن الجانب الترتيبي الموجود حاليا هوش متلائم مع التحولات التكنولوجية اللي يشهدها العالم خاصة فيما يتعلق بالدفعات الإلكترونية والأصول الرقمية أو العملات الرقمية. ويؤكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أهمية تنقيح مجلة الصرف خاصة بتحرير التعاملات المالية ودعم العمل بالعملات الرقمية. تحرير تدريجي للتعاملات في سياق التحويلات المالية وتعويض العمليات اللي تتطلب ترخيص بتحريرها بشكل بطبيعة الحال مقيد في إطار القانون وفي إطار مجابهة الظواهر غير المشروعة في هذا المجال، مما يعطي ثقة للمستثمرين ويحسن من مناخ الأعمال. تسهيل التعاملات بشكل عام، فتح حسابات بالعملة في الخارج، العمل بالعملات الرقمية تمكن من فتح أفاق جديدة للتفكير. فما اليوم تقريبا أكثر من 100,000 تونسي تعاملاتهم مستقلة يتسموا الفريلانس، كذلك مؤسسات تونسية عديدة تتعامل مع الخارج. نتمنى أنه المشروع الجديد يرفع العوائق بطبيعة الحال في إطار الحفاظ على احتياط النقد الأجنبي التونسي وتماسك الدينار خاصة مكافحة تبييض الأموال والحفاظ على مشروعية التدفقات المالية بشكل عام في البلاد. وفي سياق عالمي تتطور فيه آليات التسويق الرقمي والإمكانيات المتاحة للشباب التونسي، يبقى من المهم التسريع بإصلاح منظومة الصرف دعما لفرص العمل والاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني. يرى ثرى اليوم جثمان وزميل الإعلامي الكبير والصحفي رئيس بمؤسسة التلفزة التونسية المرحوم جميل الدخلاوي بمقبرة زلاج بالعاصمة. ونعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتلفزة التونسية الصحفي جميل الدخلاوي الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 74 سنة إثر صراع طويل مع المرض. والتحق الفقيد جميل الدخلاوي منذ دخوله مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية بأسرة شريط الأنباء في مطلع الثمانينات، حيث عمل محررا ومعدا ومقدما للصفحات الخاصة.
والتحقيقات التلفزية. وبالتوازي مع ذلك أنتج العديد من البرامج التلفزية وساهم في الكثير من المنوعات، وقد نالت إنتاجاته على مر العقود استحسان المشاهدين وإعجابهم، حيث كان له أسلوب مميز في تناول المواضيع وتقديمها. مسيرة مشرفة في مختلف مراحلها حصد خلالها الراحل جميل الدخلاوي العديد من الجوائز والشهائد التقديرية في المهرجانات المحلية والعربية. تغمد الله الفقيد الزميل جميل الدخلاوي بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي غزة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة استهدفت بالخصوص شمالي القطاع، كما عمدت إلى نسف مبان سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفحة. ودبلوماسيا، يؤدي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة منذ يوم أمس إلى الشرق الأوسط تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتشمل إسرائيل والأردن ودول عربية أخرى في جولة جديدة ترمي إلى الدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية لنفيسة حسنية. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 39 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 34 منهم في شمال القطاع الذي يتعرض لحصار شديد وقصف صهيوني متواصل منذ 3 أسابيع. وأكدت حركة حماس أن ما تشهده جباليا ومخيمها ومشروع بيت لاهيا وشمال غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع والأعراف، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التهجير القصري والتطهير العرقية ومذابح الاحتلال في شمال القطاع. من جهتها قالت كتائب القسامة إنها استهدفت جرافتين عسكريتين إسرائيليتين، كما فجرت عبوة بمجموعة قيادة إسرائيلية من 12 ضابطا وأوقعتها بين قتيل وجريح بالفلوجة غرب معسكر جباليا. وأشارت كتائب القسام إلى أن الاحتلال اعترف إثر هذه العملية بمقتل قائد لواء وإصابة آخرين بجروح خطيرة منهم قائد كتيبة. إنسانيا، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أكثر من 250,000 شاحنة مساعدات منذ بدء الحرب، مضيفا أن الاحتلال يستخدم التجويع سلاح حرب ضد المدنيين خصوصا الأطفال بمنع الحليب عنهم. تصريح تزامن مع تقرير للأمم المتحدة توقع أن يرتفع معدل الفقر في فلسطين إلى 74.3% في العام الحالي ليشمل 4.1 مليون شخص. التقرير أضاف أن أثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما. ويطرح المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بشكل محدود في غزة وزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الكثير من الأسئلة حول نوايا الطرفين في الوقت الذي يزداد فيه العدوان الصهيوني على غزة، لبنان ولبنان ذروة ووحشية. تقرير ناجي بن جنات. يتزامن وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الكيان الصهيوني لبحث سبل إحياء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مع مقترح صفقة إسرائيلية مريبة تتضمن بالخصوص وقفا محدودا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح محتجزين دون انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، مع صياغة استراتيجية أكثر تفصيلا وعمقا حول هذا الموضوع. المقترح الإسرائيلي وزيارة المسؤول الأمريكي هل يرتبطان بتداعيات التصعيد الكبير على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية، أم أنهما مناورة أمريكية إسرائيلية لربح الوقت وإعادة ترتيب الأوراق؟ الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي يوضح. المحاولات اللي تقوم بها أمريكا وإسرائيل في الوصول إلى شبه حل يختلط فيها التكتيكي والاستراتيجي. احنا نعرف أن الخارطة في مجملها إقليميا ودوليا بسبب إعادة التشكل. كلنا في الأمر أن نحب يربح الوقت، ونعلم أنه في كل الخطابات والتصريحات متاع الأمريكان والإسرائيليين هو إطلاق سراح الرهائن هي النقطة الأساسية.
بحيث المقترحات هذه غير جدية، ما ثمناش نية كل ما في الأمر كسب أوراق إضافية للوقوف في المعارك القادمة. الحرب على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية اتخذت في بداية عامها الثاني منعرجات خطيرة تحتاج إلى موقف دولي جدي وفاعل لوقفها نهائيا، حتى لا ينفرد الكيان الصهيوني وحلفاؤه بزمام المبادرة وفق المصالح الضيقة. وفي لبنان أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم قصف تل أبيب وحيفا برشقات صاروخية مستهدفا قبة نيريت وقاعدة غيليو التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية في ضواحي تل أبيب. بما قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله. في الأثناء قرت قوات الاحتلال بإصابة 25 جنديا في المعارك بجنوب لبنان خلال 24 ساعة الأخيرة، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووضح مصدر أمني أنه تم تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت، وخلفت 13 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس 13 شهيد وعشرات الجرحى، بما ألحقت أضرارا كبيرة بمستشفى الحريرية. وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم فند مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف فند الرواية الصهيونية حول مخازن ومراكز تطوير الأسلحة مؤكدا أنها مبررات وهي، وأكد أن الحزب لن يجري أي مفاوضات تحت النار، مشددا على أن المقاومة اللبنانية عادت تنظيم خطوط الدعم العسكري واللوجستي إلى ما كانت عليها. كما أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله مسؤولية المقاومة الإسلامية بلبنان عن عملية قيصاريا واستهداف منزل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو. نقطة وختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. كميات الأمطار المسجلة استوجبت المرور إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. والحرس الوطني يدعو إلى توخي الحذر تحسبا لتساقطات كميات هامة من الأمطار في ولاية المنستير وسوسة المهدية صفاقس وجبس. قريبا تنقيح مجلة الصرف الإصلاحات المطلوبة والفرص المتاحة كانت محور متابعة في النشرة. وفي الشرق الأوسط 39 شهيدا فلسطينيا في غارة إسرائيلية منذ فجر اليوم 34 منهم في شمال القطاع. وحزب الله اللبناني يقصف بالصواريخ تل أبيب وحيفا ويؤكد أنه لا مفاوضات تحت النار. إلى اللقاء.